الرحمن الرحيم، هنيجي للسؤال الرابع معانا في الاندكتيف ريزونينج. والاندكتيف ريزونينج بيقول لنا ان هو بيدينا 5 اشكال وعايز الشكل السادس. الشكل السادس اللي هو عايزه بيبقى بناء على ان ال5 اشكال دول ماشيين في تتابع معين، وبناء على التتابع ده الشكل السادس هنطلعه، او ان ال5 اشكال بيكونوا لي صورة محددة والشكل السادس بيتممها. طيب اكيد طبعا التتابع اسهل لينا كلنا، ف هناخد الشكل ده على انه تتابع، وهناخده شكل شكل برضو زي ما تعودنا. فهنبتدي بالمثلث اللي جواه دايرة. يا ريت ناخد بالنا من الدايرة. طيب المثلث اللي جواه دايرة هنا كان في المكان ده، بعد كده بقي في المكان ده، والدايرة زي ما هي فوق. طيب بعد كده بقي في المكان ده، بس الدايرة اتغيرت، يعني الدايرة هنا، الدايرة هنا كانت هنا، هنا بقيت تحت. تمام، بعد كده رجع تاني فوق، ولكن الدايرة بقت تحت، فضل فوق بس الدايرة رجعت فوق تاني. طيب الدايرة فوق هو نفس الشكل اللي كان معايا رقم 1، يعني لو اعتبرنا ان ده رقم 1، ده 2، ده 3، ده 4، هنلاقي ان 5 هو 1 بالنسبة للشكل ده بس، مش بالنسبة للأشكال التانية. طيب فالشكل اللي جه بعد 1 اللي هو الشكل ده، فالشكل ده معايا هنا فين؟ هلاقي ان هو موجود في A، وموجود في C، موجود في D، وموجود في E. ما شاء الله، يعني احنا كده لغينا بس B، ان هو مش ماشي معايا في التتابع بتاع المثلث. طيب هشوف شكل تاني، الدايرة اللي في النص. الدايرة اللي في النص هلاحظ ان هي موجودة هنا، مش موجودة هنا، وموجودة هنا، مش موجودة هنا، موجودة هنا، فبالتالي مش هتكون موجودة في الشكل السادس. يعني هي بس تبقى موجودة مرة وتختفي، مرة موجودة وتختفي، موجودة وتختفي. فالشكل اللي معانا هنا المفروض ان هي هتختفي، فانا ايه كده ما بقيتش معايا، بقي معايا سي ودي وايه، بس هنختار ما بينهم. طيب اخر شكل معانا هيحدد لنا بقى الاجابة ايه. فهلاحظ ان هو هنا مستطيل، كان حجمه صغير، هنا كبر بس راح، يعني مشي كده، مشي كده وكبر. طيب مشي كده وكبر، بعد كده لو تلاحظوا ان هو هنا فوق الدايرة، وهنا برضو يعتبر فوق الدايرة، لو تخيلنا ان الدايرة هنا، بعد كده نزل تحت الدايرة، يعني هو مشي كده وكده، وبعد كده من مكانه ده اتقلب تحت وكبر تحت الدايرة. المفروض ان هو شمال، هيرجع تاني يمين، رجع تاني يمين وكبر، وبعد كده طلع تاني فوق، كبر تاني. بعد كده المفروض ان هو هنا ناحية الشمال، هيروح تاني ناحية اليمين، وده ممكن تكون حركته غلسة شوية او جديدة شوية علينا، بس هو كل اللي عمله ايه، ان انا عندي يعني هو بيمشي حركة مربع، كان هنا وبعد كده بقي هنا، وبعد كده اتقلب بقي هنا، وبعد كده اتحرك تاني بقي هنا، بعد كده اتقلب تاني بقي هنا، وهكذا بيمشي كده. فنلاحظ ان هو هنا، بعد كده اتحرك هنا، بعد كده اتقلب تحت، بعد كده اتحرك الناحية دي كده، طلع تاني فوق، فالمفروض هيمشي كده بقى، وبعد كده يتقلب تاني تحت. تهيألي واضح، وفي كل مرة بيكبر شوية. فالمفروض ان هو في الشكل اللي هنا، هو المفروض ان هنا ناحية الشمال، هيروح ناحية اليمين وهيبقى اكبر. ناحية اليمين يعني المفروض ان هو يكون لازق في المستطيل، في المربع اللي معانا ده، والمفروض ان هو برضو هيبقى فوق الدايرة مش تحت الدايرة. يعني لو تخيلنا ان هنا في دايرة في نفس المكان، فالمفروض ان ده كده هيتلغي معانا، لان هو هنا تحت الدايرة، هنا فوق الدايرة، بس هو بنفس الحجم بتاع المستطيل اللي هنا، فبالتالي مش هاخده. هو المفروض ان هو في كل مرة بيتنقل فيها حجمه بيكبر شوية، فهنا الحجم معايا كبر، وبرده ناحية اليمين، ومفيش الدايرة دي طبعا، رسمها بس عشان تتخيلوا معايا الشكل اكتر. فالاجابة هتبقى ايه؟ يا رب يكون الموضوع سهل، لو ما فيهوش حاجه يمكن بس حركه المستطيل شويه رخمه، بس هي سهله. بس يا رب الدنيا تبقى واضحه، ولو في اي حاجه مش واضحه في السؤال ده يا ريت تعرفوني. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.